Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat mengenai anjuran untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Ayat untuk wanita yang haram untuk dinikahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Ayat mengenai mahar. Quran Surat An-Nisa ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlata. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُهُ حَنِيئًا مَرِيئًا. Ayat mengenai orang yang menikah beda agama. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات صنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أحدان. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ayat tentang nafkah dalam Quran Surah At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم.